السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الوحدة الأولى للصف الثالث الإعدادي، وأول درس عندنا هو الحركة في اتجاه واحد. طيب، هو أنت يا ميس هتكلمينا عن الحركة عامة؟ لا، أنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نوع هو اسمه الحركة في اتجاه واحد، كأنك بالظبط راكبة العربية وماشية في طريق في اتجاه واحد. طب انا بقى ممكن اقول الحركة في اتجاه واحد قد تكون ايه؟ قد تكون مستقيمة او منحنية او كلاهما. طب لما اكون عايزة اعرف ايه هي امثلة الحركة في اتجاه واحد في حياتنا، عندك مثلا القطار وعندك المترو. طيب يعني ايه اصلا بقى يا مس كلمة الحركة؟ عايزة اعرف ما المقصود بكلمة الحركة. الحركة هي تغير موضع الجسم بمرور الزمن. حضرتك لو واقفه في مكان وغيرتي الموضع بتاعك دوت والزمن اصلا اكيد شغال، اذا انت كده بالنسبه لي تحركتي، يبقى الحركه معناها تغير موضع الجسم بمرور الزمن. اي حد بيتحرك فاكيد بيتحرك بسرعه، اما سرعه كبيره واما سرعه قليله، عشان كده كان لازم نتعرف على مصطلح جديد اسمه السرعه. ما هي السرعة؟ حضرتك لو أنا عملت مسابقة بين شخصين وقلت لهم عايزة أعرف مين فيكم أسرع، وجبت ستوب واتش وحددت الزمن على 1 ثانية، لقيت في واحدة مشيت مثلا وليكن مسافة 100 متر في ثانية، والثانية مشيت مسافة وليكن 50 متر في ثانية، أكيد من الأسرع؟ أكيد الأسرع اللي مشيت مسافة 100 متر. إذا ما هي السرعة؟ أنت عرفت السرعة منين؟ من المسافة المقطوعة في وحدة الزمن. يبقى السرعة تعرفها تاني، المسافة المقطوعة في وحدة الزمن. طيب أنا عايزة أعرف قانون للسرعة، بتاخدي أول التعريف على آخر التعريف، إذا السرعة تعرفها أو القانون بتاعها المسافة على الزمن. طيب رمز السرعة هو عين، رمز المسافة ف، ورمز الزمن زين. وهنعمل المثلث اللي هنشتغل بيه المسائل في الوحده ديت، المثلث هو عين وزين وف زي ما انت شايفه كده بالظبط على الايه؟ على الصف. طيب انا عايزه اعرف يا ترى السرعه دي وحده قياسها ايه؟ لما قلت حرك قطار بسرعه 50، 50 ايه؟ طيب حضرتك بتاخدي وحده القياس من القانون. السرعه عندك مسافه، المسافه دي ممكن تكون بالمتر وممكن تكون بالكيلومتر. الزمن تحت عندك يا اما بالثانيه يا اما بالساعه، اذا السرعه وحده قياسها تختار يا اما متر على ثانيه يا اما كيلو متر على ساعه. ودايما بنقول يعني خليكي كده في ثالثه، دايما تقولي المتر يحب الثانيه والكيلو متر دايما بيحب الساعه، بس مش معنى كده لو قلت لك متر على ساعه يبقى غلط، لا، هي اي وحده مسافه على اي وحده ايه؟ زمن. طيب علشان تحولي من وحده سرعه كيلو متر على الساعه لوحده سرعه برضه متر على الثانيه، تعالوا نشوف ازاي بنقدر نحول. طبعا في البسط من كيلو متر لمتر حضرتك بتضربي في 1000، لان كيلو متر فيه 1000 متر. المقام من ساعه لثانيه حضرتك بتضربي 60 في 60، لان الساعه فيها 60 دقيقه والدقيقه فيها 60 ثانيه. اذا للتحويل من كيلو متر لساعه الى متر على الثانيه بتضربي في 1000 على 60 في 60. لما عملناها في الاله الحاسبه اختصرنا الرقم دوت الى 5 على 18. يبقى انا عندي قاعده بتقول للتحويل من كيلو متر على الساعه الى متر على الثانيه بنضرب في 5 على 18. طيب ندي مثال عشان نتدرب على قوانين السرعه. احسب سرعه سياره قطعت مسافه 100 كيلو متر في ساعتين. ازاي بنحل المسافه؟ اولا بنكتب المعطيات اللي موجوده عندك في المساله. حضرتك عندك 100 كيلو متر دي معناها المسافه، يبقى ف بتساوي 100 كيلو متر. الساعتين بالنسبه لي معناها زمن، يبقى الزين بتساوي 2 ساعه. حضرتك عايزه السرعه، يبقى السرعه دي مجهوله، السرعه لم تستفهم. طب السرعه من القانون بتساوي مسافه على زمن، يعني هتساوي 100 على 2 يعني هتساوي 50. وطبعا الوحده حسب المساله بتاعتك، مسالتك المسافه كيلومتر يبقى كيلومتر، مسافه الزمن ساعه يبقى على الساعه، اذا 50 كيلومتر على ايه؟ على الساعه. ناخد مساله ثانيه. تحرك القطار بسرعه 72 كيلومتر على الساعه. احسب المسافة التي يتحركها القطار بالمتر، خدوا بالكم أنا عايزة هنا المسافة بالمتر، إذا استغرق زمن 5 ثواني. طيب نكتب الأول المعطيات وبعد كده نفكر في المسألة. بيقول لك تحرك بسرعة 72، إذا عندي العين بتاعتي
اللي هي السرعه بتاعتي 72 كيلو متر على الساعه. طيب المسافه هو عايزها بالمتر، يبقى علامه استفهام وهي بالمتر. حضرتك الزمن 5 ثانيه يبقى الزين بتساوي 5 ثانيه. طيب نفكر شويه كده في المساله دي، ازاي يكون مديني سرعه فيها كيلو متر على الساعه، يعني الزمن هنا كده فيها كلمه ساعه، وتحت مديني زمن بالثانيه. قاعده واحد في حل المسائل، مفيش زمنين مختلفين يتعاملوا مع بعض، وقاعده الثانيه برضو مفيش مسافتين مختلفين يتعاملوا مع بعض. حضرتك السرعه المسافه اللي كانت فيها بالكيلومتر والمسافه اللي انت عايزاها بالمتر، يبقى ازاي يتعاملوا مع بعض؟ يبقى المساله دي ما تتحلش الا بالتحويل. طيب انا اصلا عايزه مسافتي بالمتر وزمني بالثانيه، وانا قلت من شويه ان المتر بيحب الثانيه، اذا المشكله عندي في السرعه، سرعه 72 كيلو متر على الساعه، لا دي ما تنفعش، انا لازم احولها للمتر على الثانيه. طب هعمل ايه؟ احنا لسه جايبين من شويه قلت لك للتحويل من كيلو متر على الساعه لمتر على الثانيه بضرب في 5 على 18، يبقى 72 في 5 على 18 هتساوي 20 متر على الثانيه. طيب كده المساله تمام، حضرتك سرعتك بالمتر على الثانيه، حضرتك الزمن بالثانيه، وهتجيبي مسافتك عادي جدا، المسافه من القانون طبعا والمثلث بتساوي عين في زين هتساوي 20 في 5 هتساوي 100. طب 100 ايه؟ 100 متر. ليه يا بنات بتعرفوا منين كلمه متر او كيلو متر؟ بصي كده على المعطيات، حضرتك الزمن فيه كلمه ثانيه والسرعه في الاخر فيها متر على ثانيه، كان الثانيه بتروح مع الثانيه، يبقى السرعه سوري المسافه بتاعتك هتاخديها بالمتبقي ده اللي هو بالايه؟ بالمتر. طيب ماشي، احنا كده خلصنا المسائل، او عامه يعني خدنا شويه مسائل لل